ولعبة ثانية تلعب سايد أفرها شو وتلعب سايد هيشي فوق الجوج. يعني هسا أنا مثلا داير عشان جسمي هيشي والحفة داخل قدم، بينما إذا جسمي هيشي أنا شلون هاي مجرد هاي أفرها سايد أو مجرد أدفعها بالهواء. أوكي الله يسلمك الله يسلمك. بس مجرد فرحة من فوق. هسه احنا التمرين الاول شنو هو؟ بس مجرد دفع. التمرين الثاني شنو هو؟ افرها بالجو خليه يستفتر. اوكي فريق هاي وعشان تفتر شوف عليه ليش تفتر الكره حتى تنزل قبل مباشر بالجول. الاسقاط ما تفصل بالجول. ها جولين تبع عليه طيب طيب الكره ها تبع عليه شوف شو شلون ادفع الكره ادفع الكره هاي شلون السايد باعه ثاني راعيد شوف شوف هذا دفع مال بس دفع شنو داخل القدم شوفها ايش اوكي اوكي تبع الاخر وصلت الفكرة؟ ها؟ أول حالة شنو هو؟ دفع. ثاني حالة سايد، أوكي؟ يلا. هذا رقم 2 داون. عافية. عافية. اللي زين حاول تشبر كرة عالي ايه اعلمكم والله علي عافية بيليا أطلع عبيت